لم يبقى الكثير على معرض E3 لهذه السنة، وكالعادة الكثير من الألعاب ستحضر، ولا رأس ملعب إكس بوكس بحيث سنشهد 14 لعبة من إكس بوكس حسب تصريحات المدير التنفيذي فيل سبنسر. والحدث الهام غياب سوني من المعرض، يعني ما راح نشهد حصريات سوني المنتظرة مثل Ghost of Tsushima, Death Stranding و The Last of Us Part 2. لكن هذا لا يعني غياب شركات الطرف الثالث، فهنالك الكثير من الألعاب التي ستعلن في E3 والتي ستدعم جميع المنصات، فغياب سوني من المعرض سيسهل بعض الشيء المهم على إكس بوكس التابعة لمايكروسوفت. فحلقة اليوم سنتكلم فيها عن أهم الألعاب المنتظر إعلانها في المعرض. نبدأ بأول لعبة في القائمة، Cyberpunk 2077 من تطوير استوديو CD Projekt Red، نفس الفريق الذي كان قائما على تطوير لعبة The Witcher الأسطورية، حيث استغرق مدة تطوير اللعبة 7 سنوات. لكن في ذلك الوقت كان فريق CD Projekt Red ملقا كل اهتماماته على The Witcher، وبعد الانتهاء منها تم التركيز مباشرة على Cyberpunk 2077. وأكد الفريق أن اللعبة ستتفوق على The Witcher في أسلوب اللعب، بحيث نرى حسب تصريحاتهم عالم كبير وقصة ذات معنى والكثير من الأشياء الأخرى التي سيعلن عنها في المعرض بعد بضعة أيام فقط. وحسب الشائعات فموعد صدور اللعبة سيكون في النصف الثاني من العام المقبل، وستصدر على كل من البي سي، الإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4. ثاني لعبة في القائمة له هي Star Wars Jedi Fallen Order. وبعيدا عن Star Wars Battlefront 2، تعد Star Wars Jedi واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة والتي نود رؤية الجيم بلاي الخاص بها في المعرض، لأنه قبل شهرين تم إصدار العرض الدعائي وكان في غاية الروعة. لكن هذا لا يعني بأن الجيم بلاي راح يكون في نفس المستوى، لأنه تعودنا من Star Wars أن تبدع في العروض الدعائية. المهم، Star Wars Jedi هي لعبة أكشن ومغامرات من تطوير Respawn Entertainment، نفس الأستوديو القائم على لعبة Apex Legends، ومن الممكن أن تكون مفاجأة في المعرض وتبهرنا بجيم بلاي خاطف للأضواء. على العموم كل شيء سيعلن عنه في معرض E3 بعد بضعة أيام، وراح تصدر اللعبة في 15 من نوفمبر 2019 على كل من الإكس بوكس 1، البي سي والبلاي ستيشن 4. ثالث لعبة لدينا ألا وهي Dying Light 2، واحدة من أفضل ألعاب الرعب والبقايا المنتظرة، وذات العالم الضخم المطورة من تيكلاند، والتي تعد تكملة لجزء 2015 Dying Light. الجيم بلاي مشابه تماما للجزء الأول، مع تطور ملحوظ في الجرافيكس وفي عالم اللعبة ومع إمكانية التحكم في جذور القصة. وللمزيد من المعلومات الأخرى راح يكشف كل شيء في معرض E3 لهذا العام، لأنه لا يوجد تاريخ محدد لصدور اللعبة، ويمكن أنه سيعلن عنهم في المعرض. على العموم ستصدر اللعبة على البي سي، الإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4. رابع لعبة لدينا لو هي Marvel's Avengers أو The Avengers Game، والذي تم الإعلان عنها قبل سنتين من قبل استوديوهات مارفل تحت عنوان The Avengers Project. ومنذ ذلك الوقت لم يظهر أي خبر عن اللعبة، ولما اقترب موعد E3 لهذا العام انتشرت بعض الشائعات وأكدت خبر حضور لعبة Avengers في المعرض. والسؤال المطروح، هل ستسيطر استوديوهات مارفل على ساحة الألعاب كما سيطرت على ساحة الأفلام في الوقت الحالي، أو أن هذه الساحة صعب عليها بعض الشيء؟ شاركنا أراك في مكان التعليقات. خامس لعبة معنا له هي Halo Infinite، لعبة الشوتر وحصرية البي سي والأكس بوكس التي طال انتظارها، والتي حضرت في معرض E3 للعام الماضي بعرض دعائي مشوق، لكن منذ ذلك الوقت لم نسمع عنها أي خبر. ومن المحتمل التعرف على اللعبة أكثر وأكثر في فعاليات هذا العام لمعرض إكس بوكس، لأن معرض إكس بوكس راح يكون حافل بالألعاب الضخمة، وإن لم يستغل هذه الفرصة فراح تكون خسارة كبيرة، لأن سوني ستغيب عن المعرض. سادس لعبة في القائمة لو هي Gears 5 أو المعروفة باسم Gears of War 5، لعبة الأكشن والمغامرات وحصرية الإكس بوكس 1 والبي سي، والتي تعد تكملة للجزء السابق Gears of War 4، وتكملة كذلك لكل السلسلة التي عشنا معها لسنوات. اللعبة حضرت بقوة في معرض E3 السابق، وكان العرض الدعائي قمة في الروعة، ونأمل رؤية جيم بلاي خاطف بعد بضعة أيام في معرض إكس بوكس لهذا العام. أما موعد صدور اللعبة فيقال أنها ستصدر في 2019، لكن يمكن أن نرى بعض التغييرات. على العموم كل شيء سيكشف عنه في هذا المعرض.
سابع لعبة في القائمة لو هي Doom Eternal، لعبة الشوتر المنتظرة والتي تعد الجزء الخامس من سلسلة ألعاب Doom الشهيرة. اللعبة ستدعم كل من النمط اللعب الفردي والجماعي وستصدر على كل من البي سي الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 بالإضافة إلى نينتندو سويتش وجوجل ستيديا. وتكلما عن جوجل ستيديا فتم الإعلان عنها رسميا وستصدر في نوفمبر 2019، وربما راح أضع فيديو أتكلم فيه عن تفاصيل الموضوع. آخر لعبة لدينا ألا وهي واتش سوكس ليجن، فلم يمر سوى أيام قليلة على نشر بوست جديد في صفحة واتش سوكس على تويتر بحيث تم تغيير كل الواجهة ووضع اسم واتش سوكس ليجن. هذا يعني أن يوبيسوفت تخبئ هي الأخرى مفاجأة كبرى بخصوص واتش دوغز. وهل سيكون هذا الجزء في المستوى المطلوب؟ شاركنا توقعاتك قبل صدور اللعبة. على العموم كل التفاصيل سيعلن عنها بعد بضعة أيام في معرض E3 لهذا العام. إذا عزيزي المتابع كان هذا كل شيء من حلقة اليوم. أتمنى من كل قلبي أن تنال هذه الحلقة إعجابك، وياريت تضع لايك وتشارك المقطع مع أصدقائك، ولا تنسى كذلك متابعتي على صفحتي في الانستغرام من أجل التعرف على كل ما هو جديد أول بأول. كان معك أخوك عصام من قناة ديزلت كوميونيتي، نراك في الحلقات القادمة إن شاء الله، في أمان الله.